مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم وجبة جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة، ما بتاخد وقت معنا أبدا بالتحضير. عنا أول شي لحمة مفرومة كيلو مقطعة بهيدا الشكل، ممكن نقطعها مربعات ما في أي مشكلة. كمان عنا جزر قشرتن وقطعتن بهيدا الشكل دوائر، كوسة، بصل، فليفلة، بطاطا. قطعت انا الخضرة عشان سرع لكم الفيديو وما طول عليكم. هون عندي ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات، ونص ملعقة صغيرة فلفل اسود، برشهم علي هون الخليط اللي عنا. كمان برش بقدونس، عم حاول قد ما فينا اعملكم اشياء سهلة وسريعة وما تاخد معكم وقت بالتحضير. هلأ بخلطهم منيح مع بعض. بحط ورقة زبدة، كمان برجع بحط سنيطة. هلأ بحطها بالفرن للصينية على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هذه الوجبة بعد ما طلعت من الفرن أخذت بالفرن 45 دقيقة. هيدا الشكل عنا. هون جبنة مازوريلا او اي جبنة متوفرة عندكم بالدوب قبل للدوبان، بترشوا على الوجبة هيدا الشكل. هيدا الشكل النهائي، هيدي الوجبة اللي عملتها انا وياكم، وجبة كتير كتير صحية وروعة. شايفين منها شكل، والجبنة بلشت تدوب على الحرارة، شكل كتير كتير روعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.